يعني هي ما تجمعتش بقانون واحد، كان واحد ما بين. بس انت ليش بقى كده استنى التشكيل؟ الفصل الثاني صفحه 22 لازم تعمل تمهيد ولازم تعمل تقسيط، والفصل ده المراجع فيه قليله يا ابراهيم، فخلي بالك انا كاتب لك 121 و122 مفيش حديث، مفيش مراجع خالص خالص. ماشي بحث ابراهيم مرزوق فارح العزمي لدرجة الدكتوراه بعنوان حرية إصدار المطبوعات ونظام الكويتي، دراسة مقارنة والمقارنة من معالي الأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، معالي الأستاذ الدكتور عبد الله حنفي عبد العزيز، ومني حمدي علي عمر، في تمام الساعة 11 صباحا اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021، واستمرت المناقشة العالمية حتى الساعة 2:30، وقد خلت اللجنة للمداولة وانتهت إلى منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد على أن لا يمنح إلا بعد إجراء التعديلات التي أبدتها اللجنة. شكرا. أهلا بكم معنا، وهذا اللقاء من داخل كلية الحقوق بجامعة المنوفية، ومناقشة لإحدى رسائل الدكتوراه، وبنتعرف بسعادتك معنا أخو إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم إبراهيم العازمي دولة الكويت. أحب أشكر الأخوان في جامعة المنوفية على إتاحة الفرصة لي في الدراسة في هذه الجامعة المحترمة، وأشكر جمهورية مصر العربية على تقديم كل الدعم العلمي اللي يمكن لأبنائها في دولة الكويت، وهم عددهم يعني عدد كبير يدرسوا في الجامعات المصرية. وأشكر لجنة المناقشة على سعة صدرها وتحمل الجهد خلال السنوات اللي فاتت لإخراج الرسالة في أحسن صورة. الرسالة تتحدث عن إيه؟ عن حرية إصدار المطبوعات في النظام الكويتي ودراسة مقارنة. تمام، يعني 5 سنوات استمريت فيها لهذه الرسالة، يعني الخلاصة والنتائج النهائية اللي وصلت لها إيه يا دكتور إبراهيم؟ حرية إصدار المطبوعات وحرية الصحافة هي المشكل الرئيسي للرأي العام، والذي يعتبر هو السد المنيع ضد تغول السلطة التنفيذية على المجتمع. لذلك يجب أن نتواكب مع دول العالم المتقدم التي مرت فيها تشريعات حرية الصحافة وحرية إصدار المطبوعات بعمليات كثيرة أدت في النهاية إلى أن تتمتع هذه الدول الغربية بحرية صحافة قادرة على منع السلطة التنفيذية من التغول على المجتمع. لو قلنا رسالة بتوجهها مؤخرا إلى الكيان الدولة المصرية وإلى الجامعات المصرية، تقول لهم إيه؟ أقول عسى الله يحفظ مصر من كل شر، وعسى الله يجعلها إن شاء الله دينة خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأنها. علمتنا من بداية المرحلة الجامعية تعلمت أنا في الجامعات المصرية، واليوم الحمد لله إن شاء الله إحنا في نهاية يعني مرحلة الدكتوراه، فهذه يعني فضل كبير علي وعلى إخواني في دولة الكويت. مصر الكويت واحد، ورحبنا بنرحب بحضرتك في مصر الشقيقة، وأهلا بك في كل مكان. الله يسلمك، الله يسلمك.